لا تنسون أن الإخوان المسلمين ما زالوا يحلمون مع فكر الخميني أو ثورة الخميني أن تكون هناك سيطرة إيرانية وسيطرة إخوانية، والاثنين هم يجتمعون في كل شيء وراح نجيها في المرحلة القادمة. لذلك حلم الإخوان أن تكون مصر قائدة العمل، هي العاصمة الأساسية لانطلاق فكر الإخوان المسلمين حتى يسرقون خيراتكم وحتى هم وتنشئ عرش الخلافة، وإيران تمتد من العراق لسوريا للبنان، واليوم هناك عائلة الحوثي موجودة في اليمن وفكرها المنتشر، هناك فكر أن تصبح من مصر إلى المغرب كلها جماعة إخلامية. شوفوا تنظيماتهم الإخوانية وحركاتهم، حتى هناك من هم خضع وتنازل وسجد، لأسف أسأل هالكلمة، لحركات الإخوان خوفا من بعبع الشغب والمظاهرات، لأن في بعض المحرات في بعض الحكومات إذا ما عندها ثقة في شعوبها وثقة فإنها ولائها للوطن يتزعزعون ويقدمون الإخوان المسلمين أن يكونوا أصحاب قرار في الجهات الحكومية. والإخوان المسلمين اليوم في معظم الدول تسيطر، حتى لو ما كان ملتحي أملاط نفسي، ما يمتلكون صف قوي في الوظائف القيادية الوسطى.